دولة وطنية، فماذا قدمت هذه الدولة لنا؟ لا هذا ولا ذاك. وبعد 5 سنوات من الثورة وأريد أن أحيي كل حرائر بن قردان اللواتي حول ورمزي سمرلي ومحمد ياسين السلطاني وشهداء والتوانسة يحبوا مشروع واضح وكتمشي للناس في الجهاد ما عادش يحبوا يسمعوا كلام تاع نظريات ولو يحبوا يسمعوا حاجة برك. شنو هو مشروعك؟ شنو هي الأشياء الملموسة اللي تحب تقترحها البلاد؟ وذاك علاش سميناه مشروع تونس، لأنه مشروع يقدم حلول ولأنه يحب يعمل أشياء ملموسة. وقت الكلام انتهى. عمر الدهر عشتوية انتوما ربي خليكم نطول في أعمال الجماعي شعاره يا جبل المتعلمة والمش متعلمة ولكنهم الكلهم يشكلوا وذاك علاش اليوم احنا مجتمعين في تاريخ مهم ياسر اللي هو تاريخ ذكرى عيد الاستقلال 60 وش فيها الذكرى هذه؟ شنو حاطين في مخاخنا فيها؟ أنه ثم ناس حرت بلادها من الاستعمار الفرنساوي واليوم اجتمعنا باش نقولوا كيما حررنا تونس من فرنسا والاستعمار باش نحررها من الإرهاب إن شاء الله. Surtout de la démocratie. Et surtout, surtout pour, les, pour le peuple tunisien, on doit être accompagné et prouver aux gens que vraiment la Tunisie a fait une, vraiment une révolution.